بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد بدأ الإمام البخاري صحيحه بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض أول حديث في الباب إنما الأعمال بالنيات. فعرض هذا الحديث الشريف اللي رواه عن شيخه الحميدي بإسناده، عمل كده لمقاصد كتير، منها إنه ليعلن بذلك مع ذكره لحديث إنما الأعمال بالنيات عن تحرير مقصوده، مقصود النية بتاعته، يعني حررها من أي غرض دنيوي، وإعلان كمان أن قصده من الجامع الصحيح إنما هو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وابتدأ رواية صحيح الجامع الصحيح وقدمها بالرواية عن شيخه شيخ الحرم الحميدي، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. وأيضا من المعاني الخفية اللي أرادها الإمام البخاري من سياق هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات بإسناد شيخ الحميدي الحقيقة، ثم بعد كده بإسناد البخاري إلى شيخه وهو كالتالي، عشان يوضح ويأكد على قضية التقاء الراوي بشيخه، وده الباب اللي تميز فيه الإمام البخاري واللي جعل دائرة الاختيار بتاعته أضيق، لأنه كان هذا الشرط الذي يعني التزمه الإمام البخاري في جميع الانتقاءات داخل الصحيح. يعني هو بيختار من 600,000 حديث التي جمعها، جعل هذا المنهج هو الأساس اللي بيعتمد عليه في انتقاء الأحاديث الشريفة. طيب، السلسلة أو الإسناد بتاعه كان كالتالي: إن البخاري نفسه سمع هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، سمعه من شيخه الحميدي القرشي. الإمام الحميدي هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم أبو بكر القرشي، أحد الأئمة المعروفين جدا في الحديث. الإمام الحميدي سمع من سفيان ابن عيينة، لأنه صاحب سفيان ابن عيينة حوالي 19 سنة، وهو أعلم الحميدي أعلم أصحاب سفيان بحديث سفيان. سفيان كان إمام كبير في الحديث، صاحبه الحميدي. وكان البخاري برضو لقي شيخه اللي هو الحميدي بمكة، اتقابل معاه إمتى؟ لما خرج للحج لو تتذكروا، مع والدته وأخيه أحمد، سافروا من بخارى إلى الحجاز لأداء مناسك الحج. وبعد كده مكث الإمام البخاري بعد أداء مناسك الحج لطلب الحديث الشريف من أهل الحجاز، ورجعت والدة الإمام وأخيه أحمد إلى ديارهم بخارى. فلازم مين الإمام البخاري؟ لازم ما بقى أئمة الحديث هناك، ومنهم الإمام الحميدي. يبقى ده معنى إنه الراوي التقى بشيخه وقعد بعام فترة يطلب الحديث. ده مهم جدا عند الإمام البخاري بالنسبة لرواية الراوي عن شيخه. نرجع مرة تانية لسلسلة الإسناد. سمع البخاري من شيخه الحميدي، شوفوا البخاري طالب علم ساعتها، بياخد من إمام من الأئمة كبير اسمه الإمام الحميدي القرشي من علماء الحجاز وشيخ الحرم. يبقى سمع البخاري من شيخه الحميدي، وسمع الحميدي الحديث من شيخه سفيان بن عيينة، وسمع الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات سمع سفيان من شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري أخبره به شيخه محمد بن إبراهيم التيمي اللي سمعه من شيخه علقمة بن وقاص الليثي، وسمعه علقمة بن وقاص الليثي
من سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر وسمع، يبقى كده سلسلة السند، الراوي عن شيخه، الراوي عن شيخه، الراوي عن شيخه، لغاية ما نوصل للصحابي اللي هو مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات إلى نهاية الحديث. ولازم نسأل سؤال، هو ليه الحكمة من ذكر الإمام البخاري لهذا الإسناد الطويل؟ دول ستة لغاية ما نوصل للصحابي سيدنا عمر في مقدمة الصحيح. ليه يعني يتعمد يأتي بالحديث؟ قلنا حكم، وبرضو السند هذا الطويل ليه؟ عشان لأن في هذا الإسناد في تصريح واضح جدا من كل راو بالسماع من شيخه بألفاظ صريحة ما بتحتملش الظن. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بس بحاول مع حضراتكم نبسط قدر الطاقة المجهود اللي قام بيه الإمام البخاري، عشان ما يجيش ناس ليس لهم علاقة بالعلم ويتكلموا كده. شوفوا سلسلة الروي عن شيخه، الروي ده تتلمز على الشيخ اللي بينقل منه الحديث، ده أهل اختصاص وده أهل اختصاص، ودول رجال أو دول رواة الحديث النبوي الشريف معروفين في أزمانهم، سواء الطلبة أو الأساتذة اللي اتعلموا على أو الأساتذة اللي علموا هؤلاء الطلبة، والطلبة دول أو الرواة دول بعد كده بقوا أساتذة وهكذا. فالإمام البخاري جاب الحديث بالسلسلة الطويلة دي وخلاها في بداية الصحيح لأنها كلها ألفاظ صريحة ما بتحتملش الظن. تلاقيه مثلا يقول لك حدثنا، الإمام البخاري يقول حدثنا، قال البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهكذا وهكذا السلسلة. الراوي بيروي عن شيخه الأصل اللي تحمل الحديث. فابتدى في الصحيح بألفاظ واضحة جدا اللي هي فحدثنا وسمعت وأخبرني، ودي من الألفاظ اللي بتخبر بأن راوي الحديث تلقى الحديث مباشرة من شيخه، وده شرط البخاري في قبول رواية الراوي في أصل الصحيح، طبعا مع شروط أخرى متفق عليها طبعا أهل الحديث، اللي هي أنه يكون التسامه بالعدالة ودقة الضبط وأنه ثقة، والتقاء الراوي بشيخه أنه خد الحديث من شيخه، أن يكون الراوي التقى بشيخه مباشرة وسمع منه الحديث وتحمله منه دون واسطة، وإنه مش في الإسناد اللي جابه ده في أول الصحيح مفهوش عنعنة. يعني إيه عنعنة؟ دي في علم الحديث يعني كقولهم عن فلان عن فلان. يعني أنا مثلا أقول لك إنه عن أحمد أنه قال، الإمام أحمد مثلا، فأجي أقول عن أحمد أنه قال، عن أحمد أنه قال أو عن أحمد أنه حدث بكذا، ده يوهم بأنه دي تحتمل إن أنا سمعت ده مباشرة من الإمام، وتحتمل برضو إن أنا ما سمعتوش بنفسي، إنما نقله غيري لي، ففي واسطة من الإمام الحافظ، في واسطة بيني وبينه ولا مني له مباشرة؟ الإمام البخاري بيشترط مع العدالة والثقة والضبط الالتقاء مباشرة بين الراوي وبين شيخه الذي تحمل أو أخذ عنه الحديث. والبخاري بيلمح بذلك إلى أن الأصل في الرواية هي تصريح راوي الحديث بالسماع من شيخه، فإذا عدل الراوي عن السماع إلى العنعنة. يعني أنا دلوقتي ابتدى الصحيح بأنه قال للإمام البخاري حدثنا الحميدي، قال الحميدي حدثنا سفيان، قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. لما واحد يقول لحد أنا سمعت
يحيى بن سعيد بيقول او حدثني يحيى بن سعيد بكذا، يبقى انا سمعته مباشره، مفيش واسطه بيني وبينه. غير لما اقول لو قال الراوي مثلا عن فلان انه قال كذا وكذا، اللفظه دي اللي هي عن مش واضحه قوي، زي سمعت واخبرني وحدث، اللي هي العنعنه، عن فلان انه قال كذا، عن فلان دي توحي للسامع او توحي للسامع انه ربما لم يلتقي بشيخه اصلا، وفي واسطه، يعني في وسيط مثلا. ففي الحالة دي أول ما يجد الإمام البخاري العنعنة عن فلان أنه قال، يقف يجيب الحديث ويمسك السلسلة كلها، يدقق في راوي راوي، الراوي خد عن شيخه ولا في واسطة، يتأكد العنعنة دي مقصود بيها سماع مباشر من الراوي عن شيخه ولا في واسطة. يعني لابد للبخاري وفق المنهج بتاعه من النظر في حديثه والبحث عن ثبوت السماع الراوي من شيخه. وبنأكد انه ده باب من العلم. الامام البخاري كان امام كبير فيه، كان امام وتفرد بذلك وتميز الصحيح بذلك. فلم يروي الامام البخاري في اصل كتابه حديثا فيه عنعنة الا وقد ثبت عند الامام البخاري سماع الراوي عن شيخه الحديث. وكأن يعني أراد الإمام البخاري أن يقول في مقدمة الكتاب بأنه يذكر سلسلة السند الطويلة دي، بداية بشيخه أنه يروي ما حدثه به شيخه الحميدي، انتهاء بوصول للسند إلى الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب، ثم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رواية سيدنا عمر بن الخطاب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري كل ذلك في مقدمة الكتاب عشان يقول لقارئ الكتاب إن كل ما أسوقه في هذا الجامع الصحيح أو في هذا الكتاب مما ليس فيه تصريح بالسماع، قد ثبت عندي سماع راويه له من شيخ. يعني انه عايز يقول لكل واحد بيفتح الكتاب، وطبعا ده ليس الكلام ده مش في المتابعات والشواهد والمعلقات، وهنشرح ده، هي ليست مقصود الامام البخاري في الصحيح. يعني الامام عايز يقول انه انت ما هتيجي تفتح الكتاب الصحيح وتتصفح وتقرأ أصل الباب، الأحاديث الموجودة في الأبواب، وتقرأ الأحاديث إذا صدفك إن في حديث وجدت فيه عبارة فلان يروي عن فلان، اعرف إن أنا اتأكدت وفق المنهج بتاعي إن فلان ده الراوي التقى بشيخه. ليه بنأكد على المعنى ده اللي تفرد وتميز به الإمام البخاري؟ لأن هناك من اشترط المعاصرة بين الراوي والشيخ، مش لازم يكون قبله وقعد ونقل عنه و إنما هو اشترط اللقاء والمعاصرة، واشترط كذلك أن يروي الراوي عن شيخه الحديث، ياخده من الأصل ومن الأصل ياخده من الأصل، وهكذا إلى أن يصل الحديث إلى الصحابي ثم يرفع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي كانت دقة الإمام البخاري في منهجه اللي ارتضاه في الجامع الصحيح. وبالتالي إما إنه عنده الراوي نقل وعبر عن نقله للحديث، لأنه كان بيعتبره دي أمانة، مفيش راوي هيجي يقول من الرواة الثقات العدول المنضبطين سمعت وأخبرني ويكذب، إنما ابتدى قالك يكون ثقة، يكون أمين مش مدلس، سمعت من شيخي كذا بكذا، يبقى سمع الحديث منه بسند شيخه وهكذا. يبقى بالتالي كلمة سمعته حدثني، كل هذه الألفاظ الصريحة التي تخبر القارئ والدارس بأن الراوي نقل وتحمل هذا الحديث عن شيخ، الطريقة دي موجودة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا في منتهى الدقة لما بيجوا يتحملوا الحديث إذا هم ما حضروش مجلس النبي عليه الصلاة والسلام،
إذا لم يحضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يتثبتوا من راوي الحديث، لأن كلهم مش كلهم كانوا بيحضروا المجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت واحد. كان البعض منهم اللي ليه ضيعة، اللي له أشغال، اللي عنده عمل، اللي ملتزم بأموره بأشياء، فكانوا بيتناوبوا على مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحدث الشاهد الغائب وهكذا، وكانوا يستوثقونه في تحمل الحديث. التأسيس ده في طريقة نقل الحديث بمنتهى الأمانة كان موجود من زمن النبوة، وانتقل بصورته إلى زمن التابعين، ثم إلى تابع التابعين، ثم هكذا في كل جيل من العلماء اللي ربنا سبحانه وتعالى قيد بهم جل جلاله حفظ الحديث الشريف، وجعلهم خدمة لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دي صورة بقى متطورة لما كان عليه الوضع في زمن النبوة الشريف، لكن هم بيقتفوا هذا الأثر الطيب اللي كان بيقوم به الصحابة حتى في يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ويتبين بصورة واضحة مدى دقة الإمام البخاري وحرص الإمام البخاري على توثيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج رصين منضبط دقيق، لم يشغب على هذا المنهج سوى الجهلاء وأصحاب الأهواء. فرحم الله تعالى الإمام البخاري وأجزل له المثوبة جزاء حفظه ونقله لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بالجميع. سريعا كعادتنا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة اللي بنشرف وبنسعد باستقبال أسئلة السادة المشاهدين عليها. معانا يا ست أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور، عاملة ايه حضرتك؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. حبيبة قلبي، أنا بحب حضرتك جدا والله. شكرا الله لك. وبشكر الأستاذ اللي رد عليا، ربنا يبارك له. آمين. آمين آمين. اتفضلي يا فندم. حبيبتي، في عندي سؤال حضرتك في تفسير القرآن في سورة صاد. أيوة. آية 32. تمام. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. عايز أفهم بس حضرتك معناها. حاضر. وفي طلب بس من حضرتك، تدعي لبنتي، هي مش بنتي، يا مرات ابني، بس الغلاوة بنتي بالظبط، ما شاء الله، تدعي لها بالشفاء حبيبتي، ربنا يشفيها ويعفى عنها يا رب يشفيها. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. آمين. اللهم آمين أجمعين يا رب. وزي برضو الأحفاد، ربنا يخلوهم يا رب ويبارك فيهم. ربنا يبارك فيهم ويجعلهم
ذرية طيبة صالحة، يبارك فيهم ويبارك بهم ويبارك منهم يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين أجمعين. يا ست أم محمد، يا ست أم محمد، هي تسنيم أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتك. زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله يا ست الكل، إن شاء الله بخير دايما حبيبتي. يا رب الحمد لله على كل. والله أنا نفسي أشكر على الهواء أستاذ سيد اللي رد عليا، راجل ذوقه جميل جدا متشكرة قوي. ما شاء الله محبين الأستاذ سيد، ما شاء الله ربنا يبارك فيه. ذرية بعضها من بعض، هو ذرية بعضها من بعض، الحمد لله. إن شاء الله حبيبتي، أنا عندي سؤالين. اتفضل يا فندم. السؤال الأولاني، سورة الكهف إمتى الوقت المناسب ليها؟ لقراءتها؟ لقراءتها ايوه. حاضر اتفضلي. السؤال الثاني، ايوه، في القران الكريم لا يمسه الا المطهرون، بس بعض الشيوخ قالوا ما دام القارئ طاهر من الحدث الاكبر والحدث الاصغر ممكن يمسك المصحف ويقرا، فايه صحه الكلام ده؟ انه لو القارئ ايه؟ طاهر من الحدث الاكبر والحدث الاصغر ممكن من غير وضوء يمسك المصحف ويقرا فيه. بس طاهر من الحدث الاصغر والحدث الاكبر ده متوضي ومغتسل وكل حاجه، فانت مش عارفه حضرتك تقصدي ايه يعني. لا هنا الطاهر ده مثلا اتوضى وقعد فتره مثلا بعد كده جه يمسك القران، وهو ما توضاش مخصوصا للمصحف يعني، كان يمسك المصحف، فهل يجوز ولا يجوز؟ حاضر. في ايه تاني؟ شكرا جزيلا. تفضلي ست ام محمد. قالوا لي رجعتي مره ثانيه نورتي الدنيا يا ست ام محمد. اتفضلي فندم. اتفضلي ست ام محمد. دكتوره نادي لو سمحت كان عندي سؤال. اتفضلي يا فندم مع سيادتك. اخويا عنده 24 سنه وكل ما بتقدم لوحده وكده فما بيتمش. يعني هو يا تيجي من عنده هو يا من عندها هي، المهم ان هو في النهايه ما بيتم. ما يمكن لسه نصيبه ما جاش يا ست ام محمد يعني. ما هو احنا قلنا كده برضو، بس يعني ده كذا يعني الموضوع ده اتكرر كتير. بس مش في اسباب ظاهره مش في اسباب ظاهره يا ست محمد يعني، ما فيش توافق بعد قعدوا شويه كده ولقوا الدنيا مش ماشي يعني، في اسباب قدامنا واضحه؟ لا ما فيش اي حاجه يعني، هي بتبقى كويسه هو في نفس الوقت بتبقى كويس بيبقى مبسوط بالموضوع، بس بعد كده يستشعر ان ما فيش قبول او في اوضاع مش مريحه، اكيد في سبب بيخلي الانسان ينصرف يعني او يصرف نظر يعني عن الموضوع. ده مرات كتير يعني، مش مره او اتنين او تلاته يعني. ايوه يعني انتوا مستعجلين عليه، بالراحه شويه يعني. عايز حضرتك يعني تدعي له ربنا ييسر له اموره. ربنا ييسر له ان شاء الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. وهنقول هكلم حضرتك في النقطه دي. استاذه اميره، استاذه اميره. الو ايوه. اتفضلي ست كل. بس لو سمحتي، انا معايا مشكله مع جوزي، انا متجوزه ليا 3 سنين وعندي طفل، بس انا بيحصل خلافات بيني وبين جوزي، هو بيبقى كويس فتره كبيره وبعد كده بيتغير مره واحده، والتغير بتبقى يعني ايه، مرات كتير بيمد ايده ومرات بيتجاوز باللسان. اهله تدخلوا وكانوا يعتذروا كتير، وكنت اسيب البيت وبعد كده ارجع بناء على الاعتذار، بس دلوقتي حصل خلاف وانا عند اهلي ليا تقريبا 3 شهور. فخالي الكبير، انا والدي متوفي، خالي تدخل في الموضوع، بس هو كان حاطط شرط ان يعني ايه في القايمه تتغير. مين؟ خالي. ليه هو طلقك؟ هو ما طلقنيش، لا هو ولي امري خالي عشان والدي متوفي، فهو كان شايف ان شرط للرجوع عشان خاطر زوجي يعني يتغير او يبقى في نيه ان هو يتغير، انه يغير القايمه. يغيرها يعمل ايه يعني؟ يزودها. بس هما لما قال الشرط ده في بعض الناس. وهو يعني لما هيغير القايمه هو هيتعدل؟ مش هو ما هو ما كانش عاوز، كان يعني طريقه ان هو ايه يمسك ما يخربش البيت. حيله يعني. بس يعني لما يتعصب هو جوزي، هم بيقولوا ان هي بتجيله ساعه شيطان.
ساعات شيطان ولا تعبان ولا في عنده أطوار نفسية معينة محتاجة تتعالج، يعني عايزين نشوف السبب الأساسي لحالة التغير. أنت بتقولي واحد هم بيقولوا حسد، هو بيبقى كويس خالص خالص الثلاث سنين الثلاث سنين أكيد ده هم عارفين إذا ده طبعه أصلا ولا لا، وأنت هتقدري تحسي. هو طبعه عصبي. طيب يعني هو طبعه عصبي والعصبية دي بيجي لها أحوال إنه اللي معايا ده بيقوم متغير مرة واحدة وبيقعد بتقولي فترة متغير. ده هو لما بيجي بيتغير بتبقى هي يعني لحظة شيطان بتيجي بتبقى مدتها 5 دقايق 10 دقايق ويرجع إنسان كويس تاني بعد كده يرجع. طب أنا هسألك بعد كده بعد فترة يعمل نفس الغلط. طيب ثانية واحدة، ده مش لازم حسد، هو لازم ممكن يكون هو طبعه هو. أنا لما بلاقيه في حالة العصبية الشديدة دي حضرتك إزاي بتتعاملي معاه؟ بسكت خالص، بخاف أعمل أي رد فعل. لكن ما بترديش عليه الكلمة بكلمة ولا حاجة؟ لا لا خالص نهائي. وما تغيرش طول الوقت ده؟ بتحصل تغيرات بس بسيطة وبيرجع تاني. تمام. أسوأ ولا أفضل شوية؟ هو يعني أقل ممكن وطأة شوية. طيب حلوة حلوة أقل وطأة. بس ربنا يسعدك. يعني وراه هو رفض الشرط، وفي ناس من أهله كانت موافقة على الشرط القايمة، وفي ناس كانت معترضة، وفي ناس تدخلت إن هي لأ هي عايزة. طب وأنت شايفة إيه؟ وأنت شايفة إيه؟ أنا حاسة إنه ممكن يكون بداية فعلا إني يعني ممكن تقل شوية تهدي شوية على الأقل لما تجيله. أيه بس هو ما بي هو ما بي يفكر الموقف. معلش أميرة أميرة، هو ما بيقولكيش هطلقك، هو بحالة الغضب الشديدة دي بتخليه يتصرف تصرفات غير لائقة وبعد كده يرجع يندم. لكن ما بيقولكيش بيتجاوز، ده بيتجاوز تجاوزات كبيرة خالص. تمام. ان يحصل عملية نوع من التأديب من ولي أمرك بطريقة تبطلوا الأمر ده، لازم تتضمن انه لو محتاج تدخل طبي مفيش مانع. لكن هو ساعة الغضب هو ما بيقولكيش اطلقك، عشان كده انا عايزة ازود الشرط او اخالف الشرط اللي اتفقنا عليه، او كأنكم بتعملوا بقى شرط جديد. هو تمام. ممكن في لحظة الغضب ينفعل وممكن يرمي اليمين فعلا. هل حصل ده قبل كده؟ هو ما حصلش. المرة الوحيدة اللي أنا كنت يعني هرد معاه في الكلام كان هيعمل كده، لما حسيته هيعمل كده أنا تراجعت وخدت بعضي ومشيت. طيب ماشي، حاضر يا أميرة، ربنا يفتح. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. ست أم أحمد، إن شاء الله إحنا هنرد على السؤال بتاع الخاص بالتفسير في حلقة الرد على الأسئلة، عشان في شبهة هنا نرده ونستفيد في تفسير الآية ورد الشبهة قدر الطاقة. وبالنسبة الأستاذة نغم، حول ما هو الوقت المناسب لقراءة سورة الكهف مع حضرتك من مغرب يوم الخميس لمغرب يوم الجمعة؟ أقدر أن أنا أقرأ سورة الكهف، يعني المعنى أن أقدر أقرأها من ليلة الجمعة ويومها، فليلة الجمعة بتبتدي بدخوله اللي هو المغرب يوم الخميس، فمن مغرب يوم الخميس أول ما بيرفع أذان المغرب دي ليلة الجمعة، فمن مغرب الخميس حتى مغرب يوم الجمعة ده الوقت اللي أنا أقرأ فيه سورة الكهف لأحقق الاتباع، أو أن أنا أحقق أن أنا بلتزم السنة في ذلك، سنة قراءة الكهف في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة يا صاحبة السؤال. بالنسبة للسؤال الثاني اللي حضرتك بتقولي في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فبتقولي أنه يعني لازم أقوم أتوضى وضوء مخصوص ليه عشان أمسك المصحف؟ لا يشترط وضوء خاص للمس المصحف، ما دام اللي هيقرا ده طاهر جاز له المس والقراءة يا صاحبة السؤال، على قول جمهور أهل العلم.
أما بالنسبة لسؤال الست أم محمد، إن ليها أخ 24 سنة، كل ما يجي يخطب الجوازة أو الخطبة ما تتمش، وبيحصل الأمر ده كثيرا، فهم قلقانين عليه. يعني الإنسان ما بيتقدم لوحده، المفروض إنه بيستهل الأمر، إنه بنسأل عن الناس، بيستحب ويستصحب الاستخارة في كل وقت، لأن الاستخارة دعاء استعانة، بستعن بالله سبحانه وتعالى وبسأل الله كما هو معلوم أن يعجل لي الخير ويصرف عني السوء. فالإنسان إحنا بقى بنتقدم وبنسأل وبندي نفسنا وقت نقعد ندرس اللي إحنا اتقدمنا لها دي، وهو كمان وهي كمان، هذا حقه وهذا حقها، وبندي نفسنا وقت. الدنيا ما الناس ما ارتاحتش مع بعض، خلاص مش لازم يبقى في حاجة معمولة، بس لسه نصيبه يعني لم يأذن الله سبحانه وتعالى له بعد. وأنا بعمل الاستخارة وبسأل وباخد بكل الأسباب، من جهة السؤال، من جهة أن أنا بدرسها وهي بتدرسني، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاطب أنه يذهب ذلك الرجل الذي كان من الأنصار، وقال له اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يقدم بينكما، عشان يبقى فيه نوع من الحياة اللي فيها نوع من الاستلطاف، في ناحية عاطفية طيبة، في قبول مبدئي، في تناغم مع بعض. في ما قال له انظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، مش بينظر بس للشكل، نعم ينظر إلى الشكل وإلى الفكر، يعني انظر إزاي بتتكلم، انظر إزاي بتفكر، انظر إزاي بتتعامل، وأنا على أساس الأمر ده يا بكمل يا بوقف الموضوع، وأسأل الله أنه يرزقني بخير منها ويرزقها بخير مني، المناسب ليها يرزقها بي والمناسب ليا يرزقني بي. وأدعو الله سبحانه وتعالى كذلك بدعاء سيدنا موسى عليه السلام، قولي لأخوك يدعو بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لجات له بقى النصيب بتاعه، فنسأل الله سبحانه وتعالى بالمفاتيح اللي ادهلنا في القرآن الكريم عشان الإنسان يستعملها ويفتح بها الأبواب المغلقة بأمر الله تعالى الحي القيوم. وإن شاء الله، ليه بقول ما نستعجلش، لابد أنه يدرس عشان ما نجيش في نص الطريق يتعجل في أمر الاختيار، وده بنعاني منه لأنه نسب الطلاق زايدة وكترت جدا لسرعة الارتباط، دون تروي ودون اختيار ودون تدقيق، ونيجي في نص الطريق بقى ويبقى في أولاد ونشرد الأسر. ما نستعجلش، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأخيك دائما أبدا الخير حيث كان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذة أميرة معاها مشكلة مع زوجها، زوجها ده عصبي، ولما بيتعصب بيبقى مدة 5 دقايق، ممكن يتطاول ممكن يمد إيديه، وحصل خلاف، روحت عند أهلها، خالها تدخل وعايز يغير حاجة في القايمة، يزود عشان يضغط عليه. يعني أنا الموضوع ده أنا مش موافقة عليه، يعني ده وجهة نظري، ده رأيي اللي أنا لا أفرضه، المستشار مؤتمن فأنت بتشوريني في الأمر، أنا بقول لحضرتك وحضرتك بعد كده تفكري وتشوفي إيه الأنسب. عموما لا ضرر ولا ضرار كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالأذى ممنوع، ولازم ندور على الأسباب الحقيقية اللي بتخلي الزوج بيطلع بيتغير مرة واحدة. فعلا ممكن إنسان يبقى غضوب وشايل مثلا مسؤوليات حاجات كتير، فأي حاجة تيجي ينفذ بقى وفيها، بس بياخد هو راحته زيادة، فلازم ندور على الأسباب الحقيقية عشان نخف من حدتها، فتبقى عصبيته مش قوي كده. وبعدين لا مانع من مراجعة متخصص علاقات زوجية، أو مش لازم نقول إن هو مريض نفسي بس، قد يكون ذلك، وقد يكون محتاجين انتم مشورة في العلاقات الزوجية، وده علم يعني بدا منتشرا بين أهل العلم في هذا المجال، وهو علم طيب بيعين الناس على انها تقدر يعني ناخد بإيد بعض على ان احنا ننجح البيت ونعدي المشكلات اللي هي من طبيعة الحياة الدنيا، ونحافظ كمان على الأذكار وعلى التحصينات إذا ما ظن الإنسان انه في شيء اصابه من عين او ما شابه ذلك. هو المفترض ان احنا نحافظ على التحصينات، سواء انا حاسس في عين ولا ما فيش عين، انا لازم قدر طاقتي اتمسك بالتحصين واعلمه، مش لنفسي بس، ولولادي كمان. هرجع تاني مساله تغيير القايمه، انا شايفه انه لا داعي لذلك شرعا، لانه ده تم الاتفاق عليه عند مبدا الزواج، وان احنا دلوقتي نرجع عايزين نغير ما اتفقنا عليه
عشان ما يرجعش الخلاف ده مر. لا انا شايفه ان ده تغيير القايمه ممكن يؤدي، لان هتضغطوا على الزوج ممكن يؤدي الى خلافات اخرى، يشيل بقى في نفسه ويبتدي ايه يتزايد عليكي، ما يجيبش النتيجه اللي انتوا شايفينها، يجيب نتيجه عكسيه مع هذا الزوج. لابد من البحث عن الاسباب الحقيقيه وراء هذا الغضب الشديد من الزوج. وبرده اذا انا وجدت زوجي ده عيبه، لكن في حسنات كتير، في تصرفات طيبه منه كتير. يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يوجه ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا وهو يوجه الكلام إلى الرجال مزيد عناية بالنساء، فمن باب أولى برضو أن النساء تعتبر وتهتدي بهذا الحديث الشريف: لا يفرق مؤمن، يعني ما يكرهش مؤمن مؤمنة لمجرد غلطة عملتها أو عيب فيها. إذا كان فيها عيب واحد فحيلاقي فيها طيبات كثيرات، يعني أنه هو يقدر بيها يغض الطرف عن العيب ده. وانت كمان إذا كان ده العيب ده البس اللي موجود فيه، ولكن غالب أمره أنه إنسان كويس، فما نضغطش عليه بمسألة تغيير القايمة عشان أضغط عليه وابتدي أدخل نفسي أعقد الموضوع أكتر. مع احترامي الكامل مع للخال اللي هو أكيد خايف عليكي وعايز يختار لك الخير حيث كان. فأنت كمان أنا عارفة أن دي نقطة ضعف، أبعد نفسي عنه ساعة الغضب. وننصح هذا الزوج الكريم بأنه الإنسان إذا كنت غضبان وانت واقف اقعد، إذا كنت غضبان وانت قاعد استلقي. نأخذ بدعاء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبدعاء النبي: اللهم أذهب غيظ قلبي، وهذا الدعاء الذي علمه لأمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان وأقوم أتوضأ، لأنه الشيطان خلق من النار، والغضب اللي بيثيره الشيطان في نفس الإنسان ذلك المخلوق الذي هو مخلوق من نار يطفئه الماء، كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم يقوم يتوضأ ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: اللهم أذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان. وانت كزوجة طيبة يعني عايزة تحافظي على بيتك، ندعو دائما بصلاح الحال. الدعاء سلاح لا ينبغي أن نغفل عنه بأي حال من الأحوال، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات وفي كل صغيرة وكبيرة بنستهل بيها، بنشرع نعمل حاجة، أنا قلقان من شيء المفروض أنا ملازم لهذه العبادة، لأن عبادة الدعاء هي أني عبد فقير إلى عطاء الله على الدوام، وهي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة جل جلال الله. فيسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة اللي يحفظ له بها النعم، واللي يحميه بها من الأعين، واللي يصلح بها حاله وحال زوجه وحال أولاده وحال أسرته وجميع أحواله، مع الأخذ بالأسباب. إن أنا بدعو الله سبحانه وتعالى هذا أخذ بالسبب، وأسعى أنفعل وأتجاوب مع الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى نثرها في كونه ليأخذ بها الإنسان، يجد ويجتهد ويأخذ بجميع الأسباب وهو متسلح دايما بالدعاء وبالصبر، كما أخبر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء لنسأله من خير الدنيا والآخرة، فهو القائل جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة
في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.